الرحمن الرحيم. اليوم وقعنا مع شركة التعاونية للتأمين، أحد أكبر الشركات السعودية المساهمة والرائدة في مجال التأمين كافة أنواعه. إن شاء الله هذا توقيع الرعاية امتداد لرعايات سابقة، وإن شاء الله رعايات قادمة فيها فائدة لنادي الهلال من ناحية تطوير الجانب الاستثماري والدخل المادي للنادي. تمنياتنا للتعاونية بالتوفيق، وإن شاء الله رعايات قادمة بإذن الله. شكرا لكم.